يلعب للامام، موجود موجود سمولينج وموجود كده وفرصه وفيها مرو. الله الله، اهلا بكم في جحيم نابولي، اهلا بكم في جحيم نابولي. البركان الثائر، البركان الثائر يواصل رمي حممه البركانية في كل الاتجاهات. يا له من هدف ويا له من توقيت. أوسيمين 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 يسجل ربما أغلى أهدافه مع نابولي، مع فريق الجنوب الإيطالي. كانت لروما، صارت سريعة، أخطأ هنا سمولينج. لا يخطئ المدافعون هكذا في هذا التوقيت، لا تترك خصمك. لكن ما فعله، ما فعله أوسيمين يؤكد مقولة لا تترك لمنافسك ثمن تذكرة العودة أبدا. هذا ما فعله أوسيمين، ضيع كرات سهلة. لكن الصعبة، الصعبة وين؟ الصعبة في شباك روما في الأولمبيكو. يا له من فريق.